عاوز اقول لك كلمه في سرك، ممكن تتعامل مع كل الناس، بل وممكن تتعامل مع كل الخليقه حتى الاسود في حاله واحده، بس لو بتخدمهم. احيانا اشكي من انسان مش عارف اتعامل معاه، اني مش عارف اخدمه. معلمنا بولس الرسول يقول سرت الذين بلا ناموس كاني بلا ناموس، مع العلم انا تحت الناموس، لكي أربع على كل حال قوما للمسيح. سرت للكل كل شيء، سرت للكل كل شيء، إذ كنت حرا من الكل استعبدت نفسي للكل، لكي أربع على كل حال قوما للمسيح. كلمة في سرك حطها في ودنك، اوعى تنساها، ممكن تكسب كل الناس لو بتخدمهم. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول في إمكانك أن تجعل عدوك صديق ليك لو بتخضع له وبتخدمه، لو بتخضع له أو تخدمه.